سنور. ألف مبروك فوزك بالجائزة. الله يبارك فيك. متى كانت المسابقة كنان هذه؟ 2022. قبل كم شهرين؟ قبل شهر؟ قبل كم أسبوع؟ قبل كم أسبوع؟ شاركت فيها أنت ومعاك سعوديين وسعوديات؟ كان معاك غيرك؟ كثيرين ولا كان شوي؟ في سعوديين وسعوديات. كثيرين ولا شوية؟ كان في 3 من جدة و3 من الرياض. تمام، وش كانت المسابقة؟ إيش هي مسابقة الخوارزمية يا كنان؟ مسابقة رياضيات. وفزت فيها بالمركز الأول؟ المركز الأول على السعودية والثالث عالميا. الأول على السعودية والثالث عالميا. والثالث عالميا. إيش تسوي بالمسابقة هذه؟ إيش الأسئلة اللي يعطونك؟ هي ورقتين من كل شيء. أول ورقة يدونا هي تكون جمع وطرح أعداد كبيرة بالعداد. ثاني ورقة تكون ضرب أعداد كبيرة وبرضو بالعداد 3 دقائق. وثالث ورقة تكون قسمة تكون برضو بالعداد 3 دقائق. وهذا ورابع ورقة تكون طرح وجمع أعداد صغيرة دقيقة واحدة لكن بدون عداد، وضرب أعداد صغيرة بدون عداد دقيقة واحدة، وقسمة أعداد صغيرة بدون العداد دقيقة واحدة. ما شاء الله، إيش العداد هذا؟ العداد هذا حاجة صينية، أوكي، تكون كذا طويلة شوية وفيها خرزات. كم خرزة فيها؟ والله عمري ما عديتها. طيب، أي أسهل لك، تعد بالطريقة الصينية ولا تعد بطريقة ثانية؟ الصينية. بالصينية أسرع لك؟ أيوه. وين تعلمتها؟ في مركز الخوارزمي الصغير. مركز الخوارزمي الصغير. كم جلست تتعلمها؟ كم خذيت وقت تتعلمها؟ يمكن شهر. شهر. طيب خليك معايا كنانة، بكلم والدك وارجع لك. دكتور براء، مساء الخير. مساء النور والسرور. حياك الله. بداية نبارك لكم هذا الاستحقاق المستحق. ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يبارك. كلمني عن الجائزة اللي تحققت أو اللي حققها كنان دكتور براء. عفوا أستاذي، كلمني عن الجائزة اللي حققها كنان. طيب الحمد لله، بفضل الله كنان ترشح لمسابقة الخوارزمي اللي هو العداد الصيني الأباك للفئة. هم طبعا بيتكونوا من فئات عمرية مختلفة، لكل فئة لها صعوبتها المختلفة. كنان الحمد لله كان من المرشحين وتحضر لكوريا على نهاية السنة، والحمد لله حقق المركز الأول للفئة العمرية الخاصة اللي هو جروب A، والمركز الثالث عالميا. ما شاء الله. فهي تعتبر من الجروبات، مثلا زي ما هو واضح في الشاشة الجروب الأصفر هذه الجروب A، بعدين يوصل للمستوى الثاني الجروب B، بعدين يوصل للمستوى الثالث اللي هم اللون البرتقالي والأخضر وزي كذا. فكنان ما شاء الله الحمد لله حقق المركز الأول في جروبه والمركز الثالث عليهم جميعا. كم عمر كنان الآن دكتور براء؟ هو في الصف الثاني ابتدائي، 8 سنين. وبدأ هذا الشغف متى؟ متى اكتشفتوا هذا الشغف لديه في العد والحساب؟ في الحقيقة هو الشغف أنا زرعت الشيء هذا فيه، لأنه صراحة لما كان معايا في المدرسة بلاحظ أنه كان يحب اللغة العربية أكثر، ولما كنت بقعد معاه على مواضيع إيش الواجبات الرياضيات لاحظت أنه بلاقي صعوبة فيها. فلما قعدت مع ابني قلت له
ايش المشكله؟ فكان بيسالني يا بابا ليه اقعد احل الرياضيات؟ ما ابغى رياضيات، ايش هستفيد منها في حياتي؟ فقعدت معه في جلسه هدوء كده وشرحت له حاجه، قلت له شوف يا ابني، انت تبي تعيش حياه 20 30 ولا تبي تعيش حياه اهل الكهف؟ كل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها من انترنت، من كهرباء، من تسهيل للحياه، من النعم اللي احنا موجودين فيها، اساسها كانت من الرياضيات والعلوم. ما تبي تعيش بالشيء هذا، انت شايف الشيء هذا مو مهم، ارجع لحياه اهل الكهف، روح دور صيد السمكه، ابدا عيش، حتعيش الحياه الصعبه. فلما قعد معي زي كذا قال لي اوكي يا بابا خلاص، انا بذاكر اتعلم الرياضيات، بتعلم الاشياء هذه كلها. فانا زرعت فيه الشيء هذا. وخير زراعة يعني حقيقة حصدت يعني بالأخير دكتور، يعني أخذ يعني في تمارين معينة يأخذها كنان اليوم عشان وصل لهذا المستوى ما شاء الله؟ أيوة طبعا، في تمارين اللي تكون بشكل دوري، اللي هو يعني هي زي أي عملية حساب عادية، لها قوانينها، لها حسبتها. الفكرة إنه في التكرار، كل ما يكرر في التمارين كل ما حيتحسن مستواه بشكل كبير. هو طبعاً أنا مقسم له، هي يعني تقريباً طول اليوم وأنا قاعد معاه أو طول اليوم بخليه يراجع الشيء ده بدون ما يحس.